يشرفني ان انا اشترك في الكايرو ديزاين اوورد. انا اول ما سمعت عن الديزاين اوورد ده وانا في كندا، اول ما جت لي الدعوه، الحقيقه تحمست جدا ليه، عشان لقيت ان الاول مره في مصر يبقى فيه قاعده انطلاق تلم كل انواع المصممين في مختلف المجالات، تلمهم في مسيره واحده، لان ايه، كل الحركات الفنيه العالميه ما بتطلعش من افراد، مهما كان الافراد معروفين، مهما كان شغلهم معروف في العالم كله، اللي هي بتطلع ازاي، الحركات اللي بتقعد دايمه في التاريخ بتطلع من لما يجتمع الافراد دول كلهم مع بعض، والحركة الجماعية بتقوي كل واحد في الناحية الفردية، بس في نفس الوقت بتخلق حركة فنية بتنطلق إلى العالمية، وفي نفس الوقت الحركة الفنية دي بتجذب ناس كتير جدا من الشباب ليها. فمثلا حاجة زي الكايرو ديزاين أورد ده، كل واحد بيشترك فهو لعب دور وهو مشارك في الأورد نفسه، يعني هو مش واحد اللي خد الأورد، اللي ياخد الأورد في كل مجال، كل اللي اشتركوا معاه في المجال فهم ليهم جزء في هذا الأورد، لأن بدونهم ما يبقاش في أورد. فيعتبر زي كل أورد منهم قمة لهرم مشترك فيه الكل شايلين القمة. أنا الحقيقة بالنسبة لي يعني جيت مصر بعد سنين في الغربة، وحسيت إن وجود الكايرو ديزاين أورد ده حيلم المصممين في البلد بطريقة إن إحنا لما نعمل حركة مع بعض ممكن أدخل فيها العلم بتاع هندسة التشكيل الحيوي اللي مر عليه السنة دي 45 سنة احتفلنا بيها، بحيث ان المصمم يلعب دور اساسي في تغيير المجتمع. هنشوف مع بعض ازاي ان المصمم يقدر يغير كل قيم المجتمع من خلال التصميم، وهو ده الحاجة اللي انا جاي للكايرو ديزاين اوورد ده كقاعدة شايف منها ان ممكن ننطلق مع كل المصممين في مصر فيها. فالحقيقة أنا شاكر للمنظمين للكايرو ديزاين أورد ده، وإن شاء الله ده بداية، يعني بداية في خطوة مش هتستمر بس في كل سنة اللي نعمل فيها الديزاين أورد، لا، هي خطوة ماشية كل يوم، بقى حاجة بتبتدي أول يوم وتقعد ماشية على طول إن شاء الله للمستقبل، وهتغير فكر الديزاين في مصر كله.